سلمت اليوم الأحد الموافق 22/8/2021 مديرية أوقاف القاهرة 4 ضمن من لحوم شبكة الأضاحي، بحيث يصل إجمالي ما تم صرفه لمديرية أوقاف القاهرة 36 طن. قصر اليوم بعون الله وحمده وتوفيقه الدفعة 8 وعددها 4 طن، ليصل إجمالي ما وصل من عدد الأطنان إلى مديرية أوقاف الدقهلية إلى 28 طنا. اليوم الأحد 22/8 تصل عربة حوم صكوك الأضاحي إلى محافظة دمياط ب 2 طن للمحافظة، وهذه هي الدفعة 5. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأحد 22/8/2021 مديرية أوقاف المنيا تتسلم الدفعة 8 من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام. زنت هذه الدفعة 4 أطنان، يصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف المنيا من لحوم صكوك الأضاحي إلى 32 طن. وكل عام وحضراتكم بخير.